مدام فاطمه الزهراء الحمدوني، رئيسه جمعيه الزهراء للفن والثقافه، اللي كتنظم مهرجان القفطان مانوار دو كافطون في الدوره الاولى ديالو خصيصا بمدينه فاس. انا جيت سعيده اننا كنشجعوا القفطان المغربي في المدينه العتيقه ديالنا اللي كتشجع الصناعه التقليديه واللي معروفه بالصناع التقليديين. الوغ وانا جيت سعيده كذلك بتواجد مصممات من مختلف المملكه، وكذلك معنا مصممه جاتنا من فرنسا. كذلك جيت سعيده بلاتو ارتستيك اللي اختاريناه بوجود الفنانه دنيا باتما والفنان حاتم ادار وكذلك الفنان نورزين، وبيان سور اللي غادي يكون هذا المهرجان تحت تقديم الاعلامي الكبير المتميز رشيد العلالي والاعلاميه الجميله سندس المرس. طلبوا الله ان شاء الله تكون كذلك حتى النسخه الثانيه والنسخه الثالثه والرابعه، لما لا تكون مدينه فاس تتميز وتسمع صوتها بهذا صوت هذا المهرجان القفطان المغربي اللي هو مانوار دو كافطون. الوغ بالنسبه للبروغرام بيان سور عندنا واحد البلاتو ارتستيك اللي متكون كما قلت لكم من الباساج ديال نورزين، الفنان نورزين، الفنان حاتم ادار، وكذلك الفنانه الكبيره دنيا باتما، ومعنا فرقه موسيقيه، كذلك معنا انيماسيون متنوعه فوالا. وكذلك ما نساوش مشاركه 13 المصممه كما قلت لكم اللي هما من جميع مختلف مناطق المملكه فوالا. كما تنشوفوا بان مدينه فاس تفتقد هاد النوع ديال المهرجانات، فكرنا لمالا نكونوا وحدين من اللي غنشجعوا الصناعه التقليديه سورتو بمدينه فاس، نزيدوا نكبروا بالقفطان المغربي ونسمعوا صوت فاس باللمسه فاسيه ومغربيه. شكرا لتواجدكم معنا، كنشكر جميع هاد المنابر هذه، جيت سعيده بوجودكم معنا ومرحبا بكم. الوغ في هذه الحاله هذه غنقدر نعطي الكلمه للمصممات. بونجور، معكم زينب سليماني، اختصاصيه في تصحيح النطق والسمع، عارضه ازياء، مصممه، والان معلمه نكافه. صراحه اول مره غادي نشارك في مهرجان بحال هذا، ولي شرف انني نكون معكم ان شاء الله. مهرجان زوين ولاول مره بمدينه فاس، ونتمنى ان شاء الله يكون ماشي اخر مره. صراحه اورغانيزاسيون زوينه، كل شيء منظم، كل حويجه في بلايصتها، كل شيء مقاد، وان شاء الله تبارك الله عليهم. واليوم كان حفل جميل في مدينه فاس، مدينه جميله جدا، عندها واحد الجمهور سميع، جمهور ذواق. كان واحد التواصل بيننا وبين الجمهور، تواصل جميل جدا، وفرحان ان نكون في هذه اللمه الجميله اللي فيها الموضه وفيها الفن ايضا. فيا ربي الله يكثر افراحنا وسهراتنا واعراسنا من طنجه للقويره. بيان سور مدينه فاس فيها واحد الطلب، يعني كاين طلب، كاين جمهور يعني متعطش لجميع الثقافات والموسيقى والالوان الموسيقيه، ولكن كما قلتي انه كاين ممكن ما كاينش واحد الكثر ديال المحافل الفنيه وكثر ديال المهرجانات. نقولوا مثلا ممكن من بعد كورونا، من بعد الاجواء اللي مرينا منها، يعني كورونا ما سهلاش، يعني كل شيء تاثر، ولكن نتمنى انه ان شاء الله الوقت اللي جاي ان شاء الله او الاشهر اللي جايه او هذا الصيف الجاي ان شاء الله انه فريمون نشوفوا فاس كترجع لهذيك القوه ديالها الفنيه والثقافيه، لانه تبارك الله فاس هي عاصمه ثقافيه كبيره بزاف. مريم بن جوهري، ستيليست، مدينه بركان. لا سيزون هذه ان شاء الله، وبالنسبه لي لا موتي ما باسيون، ماشي 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 شي حاجه اللي كتعجبني بزاف، كنديرها ديبوي تخي لونطون، والقفطان المغربي شي حاجه تخي سبيسيال في هادشي اللي كندير، ونتمنى التشكيله ديال اليوم تعجبكم. معكم نكافه مريم، مدينه كازا. جيت اليوم كنمثل مدينتي اللي هي كازا، وانا فرحانه بان انا حاضره معكم اليوم في هذه الدوره ديال مانوار دو كافطون الاولى ديالها، وكنتمنى لها الخير، كنتمنى لها يعني دوره 10 12 علاش لا في اي عام ان شاء الله. بالنسبه للتنظيم داكشي يعني حاليا غادي زوين تبارك الله ما شاء الله عليه، وانا جبت واحد الكوليكسيون مع بدايه ديال موسم الافراح ان شاء الله لعريصاتي والناس المتتبعين ديالي، وانا فرحانه يعني بزاف بزاف انني بديت اول مهرجان غنشارك فيه هو في مدينه فاس، المدينه العريقه يعني معروفه بالقفطان باللبس البلدي، وهي المنبع ديال القفطان البلدي. وكنشكر الناس اللي جاوا حاضرين، والناس كيف ما كتشوفوا الناس جاوا كثار وبزاف تبارك الله ما شاء الله، وهذا الشيء يعني كيشجعنا. معكم هاجر علامي وزاني من مدينه فاس. انا جيت سعيده بالمشاركه ديالي في هذا الفيستيفال اللي كيتقام اول نوبه، واللي كنتمنى ما يكونش اخر نوبه. انا تنتمنى ان هذا الفيستيفال ما يكونش هو زعما الاخر، لان في مدينه فاس محتاجه بحال هذا الفيستيفال، ماشي غير في مجال الموضه ولكن في المجالات كلها. ونتمنى تعجبكم هذه الامسيه. انا ان شاء الله مشاركه بثمانيه ديال القفاطن بلديين ان شاء الله، متوجهين للعروس المغربيه،
وانا القفطان وهذا المجال الموضه تتعجبني من ديما، ماشي غير زعما خدمه وداكشي. يعني انا قريت القرايه ديالي كانت متوجهه في الاقتصاد، ولكن قلبت الحاجه اللي كتعجبني واللي كنرتاح فيها واللي كنبدع فيها. معكم رانيا بناني من مدينه القنيطره، اليوم كنتواجد في المدينه ديالي فاس في الحضور ديالي في بالي بن جلون. اليوم كاين واحد الحفل كبير اللي هو مهرجان ديال القفطان المغربي ديال اللي معروفه باناقه بلادي، بالحضور ديالو رشيد العلالي وحاتم ايدار ودنيا باطمه. وصراحه الحفل كان زوين صراحه، لا من التنظيم لا من كل شيء زعما. الصراحه كنقدم الشكر ديالي لفاطمه الزهراء الحمدوني على الاستضافه ديالي كمشاركه كعريضه ازياء، وشكرا كاع اللي كانوا حاضرين معنا، وتبارك الله شي داز زوين. غينزل ان شاء الله أغنية بعنوان زيديني اللي تصورت على طريقة الفيديو كليب مع علاء الدين الرئيسي. كنقول لك تبارك الله عليك أنت والطاقم ديالك، كانت من كلمة محمد أمير ألحان صلاح الدين مجاهد وأمين. وكنبغي نشكر عماد الدين بخود على التوزيع. فريمون أغنية زوينة، ستيل جديد، أول مرة غادي نغنيه. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.